في آب 2013 أصدر مصرف لبنان المركزي التعميم رقم 331 المتعلق بالشركات الناشئة أو ستارتابس، معلناً بذلك ضخ مبلغ 400 مليون دولار أمريكي في السوق المحلي لدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي اللبناني وتوفير بيئة حاضنة لهذا القطاع والحد من هجرة الشباب. هذا البرنامج يسلط الضوء على هذا القطاع التكنولوجي المهم والإنجازات العديدة للشباب اللبناني المستفيد من هذا التعميم. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ستارت اب تي 31. بهالحلقه رح نزور البقاع، رح نروح على منطقه تعنيل مع اجريتك، رح نواكب اجريتك بالهاكاثون الثاني لكل ستارت اب الاجريكلتشر. هاكاثون يعني معهم 24 ساعه 48 ساعه 36 ساعه حسب كل هاكاثون عنده مده معينه. هيدا الهاكاثون على 3 ايام، يعني من نهار الجمعة لنهار الأحد بدهم يكونوا مؤسسين ستارت اب ومعاملين الفكرة وعاملين للبزنس بلان من الألف إلى الياء. ولكن قبل خلونا نتعرف على ستارت اب جديدة بعدين نطلع على البقاع. ونحن هلأ موجودين من مكاتب سبيد ات بي دي دي تحت نقابل زياد علامي وبستارت اب جديدة اسمها سبايك. نحن نعرف زياد قبل بتينز وكود. انت زياد استاذ بالكودينج، يعني بتعلم، يعني على اللبناني بيقولوا استاذ. ميرسي، يعني يا ريت. خبرنا على المشروع الجديد سبايك. سبايك هو جهاز بيسهل المانجمنت للانسولين كونسومشن للي معهم سكري. ذاتس 1 تايب 1 ولا تايب 2؟ تايب 1. تايب 1 سو اللي بياخذوا انسولين هن تايب 1. واثنين بيجي سبايك فيها اب بتعمل سجستشنز وريكومنديشنز لحتى واحد يعرف قديش بده ياخذ دواء، امتى تذكره امتى ياخذ دواء، تتاكد انه اخذ الدواء. بتعمل كل هالمانجمنت عنه وتشيرز كل هول الريزلتس مع اهله او الحكمه. اوكي، سو موصوله مع الحكمه كمان؟ اكيد. طيب الوصله مع الحكيم كيف؟ يعني بدك تعمل وحده ابلكيشن للمريض وفيرسيون من الابلكيشن للطبيب ولا مصبوع. كيف بتصير؟ سو الحكيم بيطلع له داشبورد نحن بنسميه مثل ابلكيشن بقلبها مثل جرافز او تشارتس ببين كل شيء كونسومشن وشو عم يعمل المريض بطريقه اكيد المريض بيكون موافق عليها، شو بده يفرجي للحكيم والحكيم عارفين انه شو حيطلع له. وفي اليرت سيستم لحتى لما يصير في قصص ما يضل الحكيم فاتح الاب 24 ساعه، بتقول له هالابلكيشن مثلا اوكي سو الارقام ما كثير ظابطين اليوم، بدك ترجع تحكي مع المريض. مع المريض تتاكد منه وتنصحه هالقصص. من ناحيه المريض، من ناحيه المريض خلينا ناخذ ريل لايف اكزامبل. يعني انا اليوم بدي فوت على كافيه اكس لنقول، اول ما فوت على المحل الابلكيشن دغري بتعطيني ريكومنديشن لثلاث قصص هن لو كارب لو شوجر بقدر اطلبهم بهذا المحل. بترجع بعد فتره بعد شويه وقت. عفوا عذرا على المقاطعه، كيف بدك تعرف المنيو تبع المحل؟ اوكي سو نحن قدرنا نجمع المنيوات تبع المحلات بلبنان وعندنا مثل ان الجوريثم تقدر تعمل كاتيجورايزيشن للاكل بيست على قديش في شوجر وكربوهيدراتس. اوكي سو اول ما تفوت انت على المحل اجوا هول الريكومنديشنز، بترجع بعدين بعد نص ساعه لنقول او ساعه هو الوقت اللي الواحد بياكل فيه، بيطلع لك ريمايندر انه تاخذ الدواء. عادة لما احط ريمايندرز على التليفون دغري بعمل سنوز او دان وبرجع بنسى بعدين اخذهم. فلانه نحن عندنا الهاردوير ديفايس اللي بيركب على الانسولين بان بنعرف امتى عن جد الشخص اخذ الدواء اللي له، فذكرناه انه ياخذ الدواء
ما عملنا ريموف لهذا الريمايندر غير ما اخذ الدواء عن جد وسجلنا قديش اخذ دواء. بالاضافه انه نحن قلنا له اوكي بناء على وزنك ومعطيات تانية انت قدمت لنا اياها نحن بنتوقع انه هول الثلاثه ديشز اللي نحن وي ريكومند هالقد بدهم دواء. فعم نسهل على الشخص انه ما ينسى الدواء قديش ياخذ وانه يدل كل هول الريزلتس موجودين لقلو لبعدين يتعلم من اغلاطه الحكمة يقدر يشوفون يساعدوه لانه السكري ما له حل بس الوقايه هي الحل للسكري. وكشخص ما عندك انه اغلب الاشخاص اللي معهم سكري وانا معي سكري تايب 1 ما عندنا باك جراوند بالنيوتريشن ما بنعرف كثير بالاكل صح. فوجود هيك ادوات حتسهل علينا انه نعيش كل يوم بطريقه صحيه اكثر. طب عدا عن الـ اذا بدك المطاعم في كمان مثلا مثل داتابيس فيها لانواع يعني اذا فرضا مطعم مثلا انت ما عندك المنيو داخل على الابلكيشن في مثلا بريسيتس لتنقول اطباق معينه تنقول منقوشه مثلا اوكي منقوشه كلها عجينه وكربوهيدرات فبتاثر على مريض السكري مزبوط. في انه مثلا انت هلا لا ما بيسوى تاخذ المنقوشه او انت هلا بمستوى فيك تاخذ بس بدك تاخذ هالقد يعني في بريسيتس لاطباق معينه تنقول صياديه منقوشه يعني عم نحكي 100% هلا نحن عم نجرب تو كفر اغلب الاطباق اللبنانيه اللي عنا اياها مثلا صياديه مثل ما قلت الفاصوليا البازيلا كل هالقصص عم نجرب نقدر نعمل مثل افريجز لالون بس نحن بالمدى البعيد ما بدنا ندل على هيدي الخطه اللي هي انه نحن بنجيب هول الاطباق بنرجع بنعربها وبنقول هيدا عم نفكر انه نخليها مثل كوميونيتي بيست كيف هلا في ابلكيشنز مثلا انت بتفوت وبتقترح دش مثلا او بتقترح انه هذا المحل مثلا موجود هون وهيك صور وهالقصص عم نجرب انه نحن هول الاشخاص اللي معهم سكر يكونوا كوميونيتي بيقترحوا على بعض شو تاكل هون قديش كل واحد عم ياخذ دواء ومن هول الارقام بنقدر نحن بعدين نقترح على الاشخاص الجداد على الابلكيشن. كنت عم بقرا عن ابلكيشن جديده يعني انعملت برا بس ما بعرف اذا بتفيدك او في عندك هيك شيء منها نسيت شو اسمه بس بصراحه كنايه عن انه ابلكيشن فيها اوجمانتد رياليتي بتعرف هلا الاوجمانتد رياليتي كثير از بومينج فانه بتفوت على حيلة محل بيجيب لك الدش او الاكله او يلي هو بيفتح التليفون بحط على الاوجمانتد رياليتي هي اتريكوجنايز شو هو الدش انت انلايز طبعا في بريسيتس فيها بتقول لك انه شو الكومبوزيشنز تبعولا فيها مثلا هالقد زيت فيها هالقد شحوم او سكر او الى اخره. Is there something like this? Is it an idea for you that helps you? هلا نحن بنستعمل الطريقه قريبه يعني هن عم يتبعوا الكاميرا ليعرفوا شو هو الدش ومن الدش بيقدروا يعرفوا شو بقلبه لهذا الدش او طريقه مشابهه. هلا نحن اللي عم نعمله هو بلا الكاميرا عم نقدر نعرف هذا الدش شو بقلبه قديش فيه كاربز ونقترح انه اذا هذا كثير او قليل اللي بقلبه بس كثير حلو انه عم يستعملوا الكاميرا لحتى يقدروا يعرفوا هالقصص اي ار اوجمنتد يعني بركي ات سام بوينت فينا تو امبلمنت الكاميرا هيك حيلا دش بنقيه فينا نقول له قديش بالدواء او اذا منيح صياديه 100%. طيب زياد خلينا نشوف هلا الهاردوير كومبوننتس لانه هيدي فيها هاردوير كومبوننتس خلينا نشوف الهاردوير كومبوننتس اشرح لنا كيف المريض مثلا هل بده يحملها فيها عبء عليه بحياته اليوميه اكيد ففرجينا شوي الكومبوننتس اللي فيها. هو الهاردوير ديفايس عباره عن غطاء بيستبدل حيلا غطاء لانسولين بان فانا بشتري هذا الانسولين بان اوكي بشيل الغطاء اللي بيجي معه وبركب الغطاء يلي للسبايك تبع سبايك اوكي 100% الغطاء تبع سبايك بيقيس التمبريتشر والهيوميديتي لحتى نتاكد انه هذا الدواء ما عم يتخطى الحراره اللي لازم يتخطاها اللي هي ايديلي بدها تكون بين 15 و 25 درجه الغطاء بيقدر يعرف قديش في دواء بعد هذا الالم واحد بيقدر يعرف قديش اخذت انا بيقدر يعرف انه اذا عن جد اخذته لانه اكيد انا لما بدي اخذ دواء بدي افتح هذا الالم بيتغير الليكويد اللي بقلب هذا الالم وبيرجع بعدين نقدر نقيس كل هالقصص. وشغله اضافيه هي انه دائما بتاكد لانه هذا بقلبه بلوتوث ترانسميتر الغطاء بقدر اتاكد دائما انه الالم موجود مع المريض ما نسيبه محل وحتى بقدر نبهه للمريض مثلا لما ما يكون في كثير دواء بقلب هذا الالم بناء على قديش هو هيز كونسيومينج بقدر نبهه انه انتبه بدك تاخذ معك الم ريزيرف لانه يمكن تنقطع على الطريق. وهدول البوردز شو هن؟
سيركتس. سو نحن هلا عم نعمل البروتوتايب اللي قلنا اللي مفترض يخلص بعد 3 اجماع. هذا البورد هو حيصير كتير اصغر وينحط بقلب الغطاء، بس لانه هلا بدنا شيء فلكسبل نقدر نشتغل فيه بنستعمل الاردوينو لحتى نقدر تو بروجرام كل هول السيركتس، ونرجع بعدين بنصغر كل شيء وبنحطهم بقلب الغطاء. تنحكي شوي هلا بزنس وايز، هلا عم تقول انه بعد 3 اسابيع بتخلص بروتوتايب، مزبوط حيكون عندك MVP reduced يعني بشكل الغطاء نفسه يعني 100%، حيكون في عنا MVP ما حيكون كتير كتير صغير، يعني حيكون شوي شكله مش كتير حلو بس هيدا حيكون لأول عدد من المستهلكين بيتا تسترز بنسميهم 100%. مع مين هتتعامل حتى بدك تجيب مرضى سكري تجرب انت وياهم؟ exactly. سو هلا نحن عم نحكي مع مرضى السكري اللي بيطلعوا مثلا على مراكز السكري او عم نجرب نوصل لمستشفيات او حكمة للسكري لحتى نحكي مع المرضى اللي لهم، يعني بدنا اشخاص من كل لبنان لحتى يجربوا لحتى نشوف اذا عن جد الكل حيستفيد منه ولا لا. اوكي. والمرحله الثانيه مع وزاره الصحه، نتامل انه نقدر نحكي مع وزاره الصحه ويساعدونا بالموضوع هيدا. أوكي. بس اكيد نحن ما بدنا يعني بدنا هذا المشروع يبلش من لبنان، بس ما بدنا اياه يضل بلبنان، بدنا اياه يكبر وهوبفلي يصير جلوبال برودكت، كل العالم اللي معهم سكري بيقدروا يستفيدوا منه. لما تبلش مع الفوكس جروب او البيتا تيسترز وتبلش تعطيهم القلم ويعملوا له تيستينج، قد ايه بدك تجمع داتا؟ يعني 6 شهور 8 شهور قد ايش؟ يعني اللي عم حاول اساله هون من ورا سؤالي انه قد ايه بدك وقت مع الفوكس جروب ما بين ما تصير كوميرشلي افيلبل؟ اوكي كوقت حقول لك، اذا نحن عم نحكي وقت تصنيع وتظبيط للبرودكت تكنيكلي عم تحكي يعني عباره عن 4-6 شهور. بس نحن مش مربوطين بهذا الوقت لانه الهدف البروتوتايب اللي عم نشتغل عليه بدنا نوصل لهذا البروتوتايب اللي نحن حنعطيه اول شيء للمرضى ببلاش، صح؟ حنقول له هذا البروتوتايب جربوه. بس نوصل لمرحله انه نقول لهم لهول المرضى انه بليز اعطونا هالبروتوتايب لنكمل تظبيط عليه ويرفضوا يعطونا اياه لانه كثير عم يستفيدوا منهم، ساعتها نحن حنبلش التصنيع. بس من هلا لوقت ما نوصل لهيدي المرحله، يعني نحن حاطين شيء 3 اشهر لحتى نوصل لهيدي المرحله. بس اذا وصلنا لابكر بكون يعني فينا نقول على صيفيه 2018 بتبلش بتصير افيلبل. زياد نتمنى لك كل توفيق، وفكره كثير حلوه وكثير مفيده وعن جد جود لك، وحنتشوق تنشوفها ان اكشن يعني ان شاء الله. وبس تنزل اكيد نرجع بنقعد نحكي بالموضوع. ثانك يو لك. AgriTech today is a supporting partner of the Startup Weekend BECA, Agriculture, Food and Water. We're very excited to be on the final day of a sprint of 3 days. We started Friday with an initiation with keynote speakers, mobilizing youth, young people, guys and girls, working together to solve problems in agriculture, food and water. We're currently in Ta'naïl. We worked the weekend in Ta'naïl in the ASEAN campus for USG. And we had amazing mentors, amazing coaches, working with more than 35 young men and women to solve those problems. احنا كشركة يونيفر، بما انه هدفنا هو مساعدة المزارع بإعطاء جميع الحلول، حلول لكل المشاكل الزراعية حتى ياخذ أعلى إنتاج، فبدورنا بنعتبر انه ليوصل لهدفه لازم يكون في انوفيشن جديده، يعني لازم يكون في ابداعات لحتى نحل كل المشاكل. هيدي الابداعات ما بتيجي الا او بتبتدي من الشباب، هن اللي بيطلعوا بالافكار واللي بتتطور مع الريسيرش بيوصلوا لحلول. نحن مع الشركات المصنعين للحيال برودوي نقدر ننشرها ونوصلها للمزارع، وهيك بكون حققنا هدفنا. So we're supporting with Group Bell. We're a French company based in Beirut.
Today I represent the Office of Middle East and Africa. We support the agri-tech ecosystem in Lebanon. I think this is a great initiative and it really drives innovation and it develops our youth across the different regions in Lebanon, and we hope that this program really will take us to another edge in innovation and acceleration in the Lebanese ecosystem. It has been featured between the top 100 healthiest foods of 2017, and as it is entitled as the new quinoa, this food is none other than Frieke the green wheat. We at Frieke decided to create healthy snacks based on Frieke that are in many flavors and that are full of proteins, fibers and vitamins. We are targeting mainly the generation that is between 23 and 40 years old, who is young and fit and willing to snack on the go because of the busy lifestyle that it is pursuing. We are targeting 30% of the Lebanese population at first, who are between 23 and 40 years old and who are from social classes A and B. What's so important about Frieke is that the wheat, when it's harvested green, it is at its peak of its nutrition. So it holds the highest amounts of protein, of fibers, of vitamins and of probiotics. When we try to compare it to quinoa and brown rice, Frieke stands out to be the best among these. Under Frieke, we'll be producing the snack bars and other snacks. We will be distributing. At first, we will have a market validation by putting goods on consignment in sport clubs and in diet centers. And then the expenses we need to spend the money are the assets, the raw material, the branding and the packaging, and of course, not to forget the marketing, because it is one of the most important things that needs to deliver Frieke. Hi, I'm Fadi Aziz from The Good Times. I'm the founder of Good Times. We launched this brand 2 months ago. We opened our kitchen, which is an open concept kitchen. Everybody is invited to go whenever we are mixing or preparing the mixes. Everything is in front of you. Because I'm a branding person and I create brands, so I wanted to have the Lebanese time presented worldwide and in Lebanon in a really decent way, and to be a role model for all other countries. So far we created 9 mixes. They are fusion mixes. We have with goji berry, chia seeds, flax seeds, with kishik, with peanuts, and even with spices. All my team who work with us are university students, and my workshop is in Kfar Houna next to Jizin. It is on purpose there because I want to create opportunity for young people and young generation to work in this industry. Most of the moon industry in Lebanon, usually we see ladies and مع احترامي للكل يعني, بس انه الناس كبار بالعمر عم بيشتغلوا فيها. I wanted on purpose to have a young generation who are working with a young brand. So all of them, they are beside my kid. I have university students and school students during their extra hours. They work in my kitchen. Everything is done by hand. It's handmade and hand packed. So the second step is to have small machineries and not a huge line of machineries, because I believe we need to facilitate the work, but not just have everything automated, because personally I prefer to have the human interaction with the product, and especially to create opportunities for people, and especially in rural areas, to have the opportunity to work in such a business and not just have the za'atar in one place and have it packed from the other side of the machine. Coffee is the most consumed beverage in the world after water, and the most traded commodity after petroleum. However, what most avid coffee drinkers do not realize is that they're contributing to one of the most critical problems in Lebanese society, and that is waste generation. 93% of the coffee consumed ends up in a landfill. That, combined with the dire energy situation in Lebanon, where less than 2% of the energy mix comes from renewable sources, and over 80% of greenhouse gas emissions comes from the energy sector, prompted us to look for a solution. And that solution came in the form of Benergy. Benergy collects, processes, and converts spent coffee grounds into biodiesel fuel, thereby reducing waste and generating a valuable commodity. Why coffee? Coffee was found to have comparable oil content with respect to other biofuel feedstocks such as soybean, and it's this oil content that gets converted into biofuel. Furthermore, because spent coffee ground is a waste and thus not edible,
it doesn't take up any land that would otherwise be used for the agriculture of edible crops. Furthermore, for those same two reasons, it doesn't divert food from the food chain as with the use of other biofuel feedstock. Bioenergy's impact mainly lies in the environmental domain. So for every ton of waste that we save from going to a landfill, we prevent the emission of 0.1 tons of methane, which is 28 times more potent than carbon dioxide. Furthermore, for every vehicle that operates with 100% biodiesel fuel, it emits 74% less emissions than a vehicle operating with traditional diesel. Our target customer will be diesel providers and suppliers, but our end user is anyone who owns a diesel-operated vehicle, heating system, or generator. Hi. The whole agriculture chain suffers from a huge waste of fruits and vegetables. And shelf life is a major cause. So the fruit dealer, while shipping, he's wasting 20%. And at grocery stores stage on shelves, they lose 30%. Cold storage, vacuuming, coating, including wax, are used to solve this problem. But wax is not used to coat and preserve fruits for extending the shelf life. It is used to fake the shininess and the freshness of fruit. Coles and Woolworths, two big supermarkets in Australia, chains of supermarkets, banned the import of such waxed producers. And some wax are petrochemical, based on petrochemicals. So now the industry wants a new product to switch from wax to it and extend the preserve the fruits and extend the shelf life of it. I'm introducing Starchy. Starchy is an R&D house that produces 100% natural solutions to coat, preserve the fruit, and extend its shelf life. Our first product to launch is Starchy for apples. It's a 100% bio-liquid that will be sprayed on apples to coat it, preserve it, and extend its shelf life up to 50 days extra. So by this solution, we're decreasing the loss of fruit dealer while shipping from 20% to 5%, and the loss of stores from 30% to 15%. We've managed to infuse flavor in the coating material, natural flavor. So now you can eat cinnamon apple, chocolate apple, anything you can imagine, but naturally infused. I have to point on that Starchy should be stored at a room temperature, 25 degrees, then differently from other type of coating material. We are a young, passionate team from USAC. I'm a biologist. Tony Basha, he's an agronomist. And Aysar Aid, he's a pharmacologist. We've made a huge success from zero to the next level in our product. الخبر الأول لستارت اب نيوز الليلي هو من بروتون ميل. بروتون ميل هو كناية عن سيرفيس بيشتركوا الناس فيها وبتسمح للناس انه يبعثوا ايميلات بين بعض، يعني مثل جيميل، مثل هوت ميل، مثل اي ميل سيرفيس، ولكن الايميلات بتكون انكريبتد. هالشي هيدا خلى بروتون ميل يكون نيش ماركت، يعني محدود الانتشار، ما كل الناس بتستخدمه لانه ما كل الناس بدها انكريبشن وسكيورتي على الايميلات تبعولها. جيميل واوتلوك وكل الايميلات الباقية عندهم سكيورتي كفاية، ولكن اللي بده اكسترا سكيورتي بيستعمل بروتون ميل. بروتون ميل هلا اعلنوا انه رح يوسعوا البكار مثل ما بنقول، انه رح يطلعوا من فقط استخدام بروتون ميل كويب سيرفيس وكايميل سيرفيس، ورح يعملوا له ادون للموبايل فون بشكل انه اذا كنا بنستعمل الايفون او الابل ميل، جيميل، اوتلوك، بصير فينا نزيد اكستنشن بروتون ميل، يعني فقط المرسل والمستلم للايميل بيقدر يقرا الايميل، حتى الاي اس بي او موفري خدمات الانترنت ما بيقدروا يخرقوا او يعرفوا اي شيء عم بيصير بهذا الايميل. الطريقه الوحيده حتى ينقرا الايميل انه واحد يسرق اللابتوب تبعكم او الكمبيوتر. فبروتون ميل هلا اعلنوا انه رح ينزلوا الاكستنشن للايفون، للجيميل اللي فينا نستعمله على اندرويد، ولا اوتلوك كمان.
كثيركم تتذكروا من فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمل تويتس عن فيديوهات هو بيقول أنها ضد مسلمين أو أنه شوفوا مسلمين، وبعدين تبين أنه هالفيديوهات هيدي منا مزبوطة ومنا صحيحة أو البعض منا منه صحيح. عادة لما أي شخص عادي بيعمل بوستينج على تويتر لهيك إيميلات، تويتر دغري بيتدخل، إما بيحذف هالفيديوهات هيدي وإما بيسكروا الأكاونت، حتى أنه ممنوع لأنه بيعتبروها هيت ميل أو بيعتبروها أنه موسيقى لأفريقاء معينة في العالم. ولكن لما عملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تويتر ما عملت أي شيء ولا عملت أي رياكشن على الموضوع. وعندما سئلوا تويتر أنه ليش ما حذفتوا الفيديو مثل ما بتحذفوا عادة لكل الناس حسب البوليسي تبعولكم اللي أنتوا حطيتوا هذول البوليسي، جاك دورسي CEO وأحد مؤسسي لتويتر بيقول أنه لا، هدول الفيديوهات انه فيهم نيوز وورثي ايتم او انه هن جديرين بانه يكونوا خبر. طبعا تويتر تحت كثير من الانتقادات من جمعيات يلي لحقوق الانسان وغيرها، انه ليش بتعاملوا ناس بتحذفوا لهم فيديوهاتهم لما يكون هيت فيديو، ولما يكون الرئيس الامريكي ما بتتصرفوا لا بل بتغيروا بقوانينكم وبتفسروا بقوانينكم. فلح نشوف بالاسابيع المقبله شو تطورات، لانه تويتر اعلنت انه رح يغيروا بالبوليسي تبعولهم. فهل يا ترى رح يسمحوا بهيت فيديوز او لا؟ ما احنا ما بتصور، بتصور انه عم بيلاقوا حجه حتى لانه الرئيس الامريكي مستحيين انه يمحوا له الفيديوهات تبعوله. خبر مهم جدا ما كان مخطط له ولكن حدث تلقائيا، وجوجل ايرث مشيت بالموضوع. جوجل ايرث مثل ما كلنا بنعرف تعطينا صور عن جوجل ستريتس او شوارع في كل انحاء العالم، ولكن صار معهم شغل، اكتشفوا انه علماء البيئة عم يفوتوا على جوجل ايرث حتى يشوفوا التلوث البيئي اللي عم تحدثه السيارات. يعني في كتير مدن بالعالم، منها سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا اجمالا، خاصة كمان اذا بتتذكروا بالهند كنا عم نحكي عن الفوج او تلوث الجو بالهند بسبب السيارات وانبعاثات اللي بتطلع من السيارات. فعلماء البيئة دخلوا على جوجل ايرث وصاروا يتعقبوا هالتلوث اللي عم يعمل مثل خطيطة بيئية ببعض المدن. هالشي هذا دفع جوجل انه يفتحوا صفحة للعلماء ويعطوهم داتا اكثر من الداتا اللي عم بيشوفوها على جوجل ايرث، وعم بيعطوهم دراسات مفصلة وآنية وتلقائية. يعني مش ضروري انه ينطروا ايمتى رح يطلع التقرير التالي، لا، صاروا عم بيعطوهم اكسس لعلماء البيئة انه يفوتوا باي وقت يشوفوا. ولكن تيقدروا علماء البيئة يشوفوا هالداتا هيدي بدهم يعملوا ابليكيشن، يقدموا ابليكيشن ويقولوا هن علماء وين باي منطقة وباي منظمة والى اخره. ولكن شيء منيح من جوجل ايرث انه صارت عم تعطي الداتا عن التلوث البيئي بكل منطقة، فما نتعجب ليش العالم عم يتحول من سيارات على البنزين والمازوت الى سيارات كهربائية. وبالحديث عن السيارات الكهربائية، نحن دائما بنجيب لكم اخبار ليفت واوبر وكريم والى اخره. ليفت اللي هو منافس لأوبر ولكن مش موجود إلا بالقارة الأمريكية، يعني أمريكا وكندا فقط، ولكن في حديث أنه يمكن ينتشروا برات أمريكا. ليفت أعلن مؤخراً أنه بدأوا بمدينة بوسطن الأمريكية تاكسيات من دون سائق، يعني هي سيارة عادية كهربائية طبعاً، ولكن على الأبليكيشن تبع ليفت المستخدم أو الزبون بيطلب السيارة وبتجي السيارة مثل أوبر، مثل السيارة فيها درايفر ولكن ما فيها درايفر، بتجي منها لحالة تنقله حسب الابليكيشن المحل اللي بده يروح له وبيرجع بينخصم من الكريدت كارد تبعيته. فهيدي أول خطوة باتجاه أنه يمكن مدينة بوسطن بدأت أنه ما بقى يكون فيها درايفرز أو شوفرية تاكسي، صار كله أوتوميتد من قبل ليفت. وبالحديث عن ليفت كمان، ليفت بتملكها جنرال موتورز بنسبة 20 أو ما بين 20 و50%، بعد الحديث هلأ منه كتير واضح. جنرال موتورز بدورهم أعلنوا أنه سيارات جنرال موتورز كلياتها ابتداء من موديلات 2017 و2018 وبالطالع هي كلها فيها سنتر كونسول، رح يصير فيها بطن لستاربكس. الظاهر عملوا اتفاقية مع ستاربكس أنه الناس بدل ما يطلعوا من بيتهم الصبح وهني ورايحين على شغلهم يوقفوا ويطلبوا قهوة، لا، صاروا بيطلبوا القهوة من داخل السيارة، وما بين ما يوصلوا على محل ستاربكس بتكون القهوة جاهزة وماشي. هالشي هذا مش لكل الموديلات، مثل ما قلنا فقط لموديلات 2017 و18 وطلوع.
ومن عالم السيارات ننتقل لعالم المنازل والمفروشات المنزلية بالتحديد لشركة ايكيا السويدية. شركة ايكيا أعلنت التعاون مع شركة سونوس. سونوس بتعمل سبيكرز أو وايرلس سبيكرز حتى نحن من التليفون إذا كنا قاعدين بالبيت أو بالمكتب نقدر نسمع موسيقى من دون ما يكون في كابلات وإلى آخره. هلأ سونوس أعلن أنه حيشتغلوا مع آيكيا بشكل أنه يكونوا سبيكرز بيلت إن بقلب المفروشات تبعوا الآيكيا، يعني بيصير الصوت بدل ما يطلع من مصدر واحد لا بيصير الكنباية، الرف، البيبليوتيك كلياتهم بيصيروا بيطلعوا أصوات موسيقى أو أي أصوات أخرى وايرلس. ايكيا اصلا هي عم تشتغل مش بس على سبيكرز، عم تشتغل كمان على وايرلس تشارجينج. يعني كلكم بتعرفوا الوايرلس تشارجينج، بنحط التليفون على منصه وايرلس تشارجينج وبيعبي من دون كيبلز. فبكره حيصيروا او مستقبلا يعني حيصيروا مفروشات ايكيا بيجوا في بقلبهم سبيكرز وفي بقلبهم وايرلس تشارجينج، بشكل انه واحد بيدخل على بيته وبيحط التليفون على الطاوله او بيحط التليفون على الكاوتش او الى اخره، هو بنفس الوقت بيكون عم بيشرج. فهيدي مفروشات المستقبل. والخبر الأخير لليلة من ماكستك. ماكستك طلعوا سكينة مطبخ ولكن تشتغل على الألترا ساوند، يعني بتقص بالموجات الفوق الصوتية. هلأ سكينة الألترا ساوند كان استعمالها بالماضي أو لحديت هلأ كان استعمالها فقط صناعي، يعني في مكانات كبيرة داخل المصانع إذا بدهم يقصوا قطع معينة بيقصوها على الألترا ساوند فتطلع القصة كتير نظيفة، تقريبا مثل قصة الليزر، يعني بتطلع القصة كتير نظيفة، ولكن هذا استخدام صناعي منه استخدام شخصي أو منزلي. هلأ طلعوا سكينة عادية مثل ما حتشوفوا بالفيديو بيقص على الألترا ساوند بشكل انه اذا واحد عم يقص خبز او بيعمل ساندويتش بتطلع القصة كتير نظيفة. وهذا كان اخر خبر لليلة، نلقاكم الاسبوع الجاي بنفس الموعد ان شاء الله. الى اللقاء.